احتجاجي فوق السفارة كان بطريقة يعني غير اعتيادية وسلمية أيضا كانت، لأن المواقف اللي قمنا فيها في نفس اليوم اللي سمعنا فيه أن الشباب راح يعدمون في البحرين، قمنا بمراسلة الأمم المتحدة ومراسلة بعض المنظمات ومراسلة الحكومة البريطانية، لكن مع الأسف ما في جدوى من هذا التحرك بالمراسلات. فإحنا كمجموعة أو أنا كشخص موسى عبد علي قمت بالاحتجاج والصعود فوق السفارة بطريقة سلمية بحتة، ولم أكسر أي شيء في السفارة أو أعمل أي مشاكل للسفارة، فقط صعدت إلى سطح السفارة واحتجيت بطريقة سلمية، وكان مطلبي كلش بسيط اللي هو رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتدخل ويتصل في صديقه الدكتاتور حمد بن عيسى لكي يوقف حكم الإعدام على الشباب أحمد الملالي وعلي العرب، ولكن مع الأسف تلقيت الرد من قبل السفارة كان قاسي جدا، بحيث أن 4 من موظفين السفارة هجموا علي وضربوني ضرب مبرح، وحاولوا أيضا فلتي من فوق رمي من أعلى سطح السفارة اللي هي تقريبا ارتفاعه 5 طوابق، ولم يعيروا أي اهتمام إلى نداءات الشرطة بأنهم يتركوني ويخلوني بحيث أن الشرط راح يتعاملون مع الموضوع، ولكن حصل العكس، يعني مثل ما حصل مع جمال خاشقجي تم ضربي وتعذيبي وحاولوا رمي من فوق السطح، وأيضا حاولوا سحبي إلى السفارة حتى يضربوني ويعذبوني داخل السفارة، ولكن يعني حصل أمر سريع من قبل الشرطة حيث أنهم كسروا باب السفارة ودخلوا وجو إلي طبعا الشرطة وسحبوني من أيديهم وقالوا لي أنت في أمان في يد الشرطة الآن، ويعني أنت الآن في بأمان بأيدي الشرطة. هذا الموقف اللي ما توقعته من قبل السفارة، ولكن كون الناس إن البحرين مجرمين ومعذبين وقتلة وأرهابيين، هذا الشيء يعني يكون مو مستغرب من قبلهم، لأنهم عملوا رتويت إلى قضية خاشقجي في سفارة إسطنبول من قبل السعودية، كون السعودية عليها وصايا على البحرين، فبالتالي اللي حصل يعني مو غريب على إن البحرين تقوم فيه. فهذا الشيء طبيعي من قبل البحرين، وأنهم يعني يغتاظون قلوبهم مليئة بالغيظ من قبل الناشطين أو الصحفيين أو الإعلاميين بحيث أن ينقلون قضايا البحرين للعالم. ما هي ردة فعل السلطات البريطانية؟ كيف تعاطت مع هذه الحادثة؟ يعني السلطات البريطانية كانت يعني مستغربة من قبل أن السفارة أولا حاولوا يفتحون الباب أو ضربوا الجرس ما حد فتح ليهم، بعدين شافوا شخص فوق أنه يطلع عليهم، وبعدين شافوا المربع أيضا أنه كان ينزل عليه يضرب من أعلى سطح السفارة، بعدها اتخذوا قرار لأن كانت هليكوبتر موجودة، اتخذوا قرار بأنهم يكسرون الباب، وهذا أمر غريب ولم يحصل من قبل الشرطة البريطانية في أي قضية من القضايا، يعني حتى قضية جولين أسانج ما كسروا سفارة الإكوادور، يعني من بعد ما عطوهم الإكوادور إذن بالدخول دخلوا، يعني 4 سنوات جولين أسانج بقى ماكث في سفارة الإكوادور ولم يحصل أي تدخل من قبل الشرطة البريطانية، ولكن في قضية البحرين في خلال دقائق معدودة الشرطة البريطانية اتخذت قرار بأنهم يكسرون الباب ويدخلون ويهجمون ويأخذون من أيدي المجرمين أو الجلادين في موظفين سفارة البحرين. قضية الآن في محاكم بينك وبين السفارة؟ الآن طبعا هناك قضيتين، قضية على السفارة وقضية يعني من السفارة، بحيث أن أنا دخلت مبنى غير رسمي، فبالتالي هي قضية، ولحد الآن الشرطة البريطانية ما اتخذت أي قرار أن هي توديها المحكمة أو لا. القضية الثانية الآن قيد الدراسة وعند المحامي إن شاء الله. طيب موسى، أنت موجود اليوم بمقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف، شو هي رسالتك؟ ليش جاي وشو بدك تقول؟ أنا طبعاً جيت هني وأخبر العالم كله بأن السفارات الخليجية أو البحرينية والسعودية هي مماثلة
وأخبر العالم بأن هؤلاء مجرمين وقتلة وأرهابيين، ويحاولون يعني كتم أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين أيضا، كوني أنا صحفي وحقوقي أيضا. أطالب من طالبت الأمم المتحدة بأنهم يطردون السفير السعودي والسفير البحريني من مجلس حقوق الإنسان، كون أنهم لا يليق بهم أنهم يقعدون على مجلس على كرسي في مجلس حقوق الإنسان، لأنهم مجرمين وأيديهم ملطخة بدماء الأبرياء. شكرا.